ازاي نقدر نفرق ما بينهم باختصار شديد جدا؟ اولا عندنا ان الزائده، اقول لكم على شيء، كل ان بعد لما زائده للتوكيد، اكتبوا لنا الكلام ده. فلما ان جاء الايه البشير، مش في لما جاء بعدها، نقدر نصغها في معادله؟ اه نقدر، لما زائد ان تساوي حرف زائد للتوكيد. فلما ان جاء البشير، يبقى ان هنا اعرابها ايه؟ حرف زائد للتوكيد، صح؟ طب لما هنا اسم ولا حرف؟ ها اسم، لانه جاء بعدها ايه؟ الله يفتح عليكم، لسه واخدينها. اه وردت لما في ثلاثة مواضع فقط في القرآن الكريم، فلما زائد ايه نوع ان هنا؟ زائدة للتوكيد. طيب ولما ان جاءت رسلنا، ها ان هنا ايه؟ زائدة للتوكيد. فلما ان اراد ان يبطش بالذي، ان هنا ايه؟ زائدة للايه؟ للتوكيد. فلما ان اراد، هو في حاجة اسمها زائد؟ احنا في فرق ما بين حاجتين، فرق بين الوظيفة النحوية وبين الدلالة اللغوية. فلما نيجي نقول زائد فين؟ في الوظيفة النحوية، بس دلالته اللغوية للتوكيد. فمن باب الأدب مع القرآن الكريم نقول على كل حروف الزيادة حرف توكيد. وضحت؟ يعني عندنا ما يسمى بأدب الإعراب. لما نيجي مثلا نعرب الله، ينفع نقول له مفعول به ولا منصوب على التعظيم؟ صحيح. ينفع نيجي نقول الله يقول جعلنا الأرض مهادا، نيجي نقول نا هنا للفاعلين ولا نا هنا للتعظيم؟ صح. ينفع نقول كان الله غفورا رحيما، زمن كان يدل على الزمان الماضي ولا يتوقف الزمان في حق الله؟ أي كان في الزمان الماضي ولا يزال وإيه؟ وسيظل. صحيح. يبقى هنا لما نيجي نقول فلما أن جاء البشير نحويا حرف زائد، لكن دلاليا للتوكيد. ما في حرف، ما في كلمة جاءت في القرآن الكريم خط عشواء. أضرب لكم أمثلة. العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب.